الأهلي سيدات، طبعا سلة الأهلي ملكات، سلة الأهلي بطلات للسوبر المصري للمرة الثانية على التوالي وللمرة الرابعة في التاريخ، زي ما احنا شايفين كده قدامنا. طبعا مراسم تتويج النادي الأهلي وكابتن دين عمرو كابتن فريق النادي الأهلي بتتسلم كأس السوبر المصري زي ما احنا قلنا، بعد طبعا التغلب على نادي الجزيرة. يعني يمكن دي بطولة غالية جدا، أولى بطولات هذا الموسم اللي بتضاف لدولاب بطولات سيدات سلة الأهلي بعد طبعا يعني دوري المرتبط، بعد خسارة دوري المرتبط. ولكن خلينا نقول ان احنا يعني كنا متأكدين ان النادي الأهلي لن يترك هذه البطولة ان هي يعني تروح، والحقيقة ان هم كانوا على قدر المسؤولية. مباراة يعني هامة جدا، مباراة كبيرة جدا، ولكن زي ما احنا شايفين قدامنا برضو ان يمكن الاحتفال مش احتفال كبير زي ما احنا عارفين. شايفين طبعا كابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي يعني بيخيم الحزن طبعا على هذا الاحتفال، ولكن هي دي هو ده حال الدنيا، وطبيعي النادي الاهلي بيضاف بطولات كتيره ليه. ولكن الحقيقه ان ليه الحزن بيخيم علينا وعلى هذا الاحتفال ده؟ طبعا بسبب برضو زي ما احنا قلنا في بدايه الاستوديو النهارده، اكيد استمرار مرض والوعكه الصحيه للنائب طبعا العمري فاروق، نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي سياده الوزير. والحقيقه ان احنا مش هنلاقي احسن من كده بطوله ان احنا نهديها له ونقول له يعني تقوم لنا بالف سلامه ان شاء الله. شايفين طبعا قدامنا كابتن طارق خير المدير الفني لسيدات سله الاهلي، هي اولى بطولات هذا الموسم، اكيد هي بطوله غاليه علينا كلنا. طبعا يعني مراسم التتويج داخل صاله الدكتور حسن مصطفى بمدينه السادس من اكتوبر، هي مباراه ولا اروع بالنسبه للنادي الاهلي. مش بس فرق سكور، هي انتهت طبعا بنتيجه 72-43، يعني فرق 29 بوينت. الحقيقه خلينا نقول ان هي مش بس فرق سكور، ولكن الحقيقه كان اداء كبير جدا ايضا من ملكات سله الاهلي. يعني الحقيقه شفنا اداء كبير منهم جدا، وبرده كل الاحترام لفريق نادي الجزيره، يعني حاول كتير جدا قدام النادي الاهلي وقدم مباراه محترمه تليق باسم نادي الجزيره. يعني اكيد هم ما كانوش موفقين بالقدر الكافي، ولكن الحقيقه ان هم يعني فكرة ان هم يكونوا موجودين امام النادي الاهلي ويأدوا الاداء ده برضو ليهم كل الاحترام. فريق محترم جدا تحت قيادة طبعا جهازه الفني والاداري، وزي ما احنا شايفين يعني لقطة برضو الابوة هنا تمارا نادر السيد والنجم طبعا كابتن نادر السيد، وهي بتتسلم وبيلتقط الصورة مع كأس السوبر المصري. يمكن تمارا الحقيقة برضو كان ليها أداء كبير في هذه المباراة، شايفين يعني كل اللعيبة بقى على حداها بتلتقط الصورة مع كأس السوبر المصري. رنيم الجداوي الحقيقة أصيبت كمان في الشوط الثاني سبريند أنكل، الحقيقة بنتمنى لها كل الشفاء، ويعني أكيد هنتعرف أكتر على إصابتها وتفاصيلها في يعني الدقايق اللي جاية. ولكن الحقيقة قدمت برضو مباراة كبيرة وتليق باسمها طبعا كابتن رنيم الجداوي، كابتن يعني الحقيقه لعيبه كبيره، و يعني الحقيقه ان احنا سعداء جدا ان دي اول بطوله بتضاف لدولاب بطولات سيدات وملكات سله الاهلي، تعويضا عن بطوله دوري المرتبط. الحقيقه اللي احنا تفادينا فيها عدد كبير جدا من الاخطاء، النهارده كانت مباراه قدرنا ان احنا يعني نتجاوز فيها كل الامور اللي حصلت في دوري المرتبط، وان شاء الله يبقى هو ده الأداء المتوقع كمان خلال الفترة المقبلة في بقية البطولات المتبقية لسيدات سلة الأهلي. الحقيقة قدموا وما زالوا يعني برضو مش عايزين ان احنا بسبب بطولة واحدة نتكلم ان هم يعني مش بيقدموا أقصى ما عندهم، ولكن الحقيقة ان هم ما زالوا بيقدموا نتائج رائعة وبيقدموا أداء رائع أيضا. يعني طبعا كان السيزون اللي فات سيزون استثنائي بالنسبة لملكات سلة الأهلي، وإن شاء الله كمان يكون هذا الموسم موسم قوي أكيد زي ما احنا شفنا، ويعني منبارك لهم أكيد على هذه البطولة، بطولة غالية على قلبنا كلنا طبعا، يعني بطلات كأس السوبر المصري لسيدات كرة السلة. كابتن داليا ألف مبروك، الحمد لله أولى بطولات هذا الموسم. شفنا مباراة الحقيقة ولا أروع من ملكات سلة الأهلي، قدروا أن هم مش بس يخرجوا بالبطولة، ولكن الحقيقة كمان أن هم
قدموا أداء كبير جدا، مش بس سكور ولكن شفنا أداء من كل اللي شاركوا في المباراة النهاردة والروتيشن اللي حصل النهاردة، شفنا مباراة كبيرة من سيدات سلة الأهلي. ده حقيقي طبعا، ألف ألف مبروك للنادي الأهلي، و البطولة دي غالية على النادي الأهلي، مش عشان حاجة، عشان هي كانت عقب زي ما انت قلتي خسارة في دوري المرتبط، فهي بطولة هتفرق جدا معاهم نفسيا لاستعادة الثقة مرة تانية، سواء الجهاز الفني يستعيد ثقته في لاعيبته تاني أو اللعيبة تستعيد ثقتها في بعض وفي نفسها، فهي بطولة غالية لكونها جاية عقب الخسارة.